اللي هو احمد عبد الرحيم رئيس حي العجوزة. هو النهارده ان شاء الله السيد وزير الشباب هيشرفنا ومعاه السيد الدكتور علي عبد الرحمن محافظ الجيزه لافتتاح مشروع وتطوير رفع كفاءه مركز شباب الحوتي بعد تجديده ورفع الكفاءه الخاصه به. في كم مركز شباب موجودين؟ حي العجوزه فيه ثلاث مراكز، مركز شباب الحوتيه ومركز شباب ارض اللواء ومركز شباب ميت عقبه. احنا النهارده طورنا مركز شباب الحوتيه، ان شاء الله هنشتغل بعد كده في مركز شباب ارض اللواء، وبعد كده ان شاء الله يبقى فاضل لنا المركز شباب ميت عقبه. الحمد لله امبارح ما كانش فيه اي مشاكل بالنسبه لنا في حي العجوزه، اليوم مر يوم عادي تماما وكان اجراءات التامين كامله والحمد لله ما فيش لا كان فيه لا تظاهرات ولا اي احداث غير عاديه كانت موجوده امبارح. التامين هذا المكان مؤمن باهالي المنطقه لانه داخل المنطقه واهل المنطقه هم اللي بيحافظوا عليه.